يعاني رجال من قلة جودة الحيوانات المنوية وبالتالي قلة عددها، مما يصعب حدوث الحمل. فما هي أهم طرق تحسين جودة الحيوانات المنوية؟ يعاني بعض رجال من قلة جودة الحيوانات المنوية وبالتالي قلة عددها، مما يصعب حدوث الحمل. فما هي أهم طرق تحسين جودة الحيوانات المنوية؟ من خلال بعض الطرق يمكن المساعدة في تحسين جودة الحيوانات المنوية وإكثار عددها، وتشمل 1- تناول بعض العناصر الغذائية. فقد أثبتت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 وإنزيم كيو 10 تساعد كثيراً في تحسين جودة الحيوانات المنوية بالإضافة إلى زيادة عددهم، كما ويمكن تناول هذه العناصر من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية وفقاً لوصف الطبيب. ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 تجوز والسبانخ وبذور الكتان والأسماك والمكسرات بشكل عام، فجميعها مصادر طبيعية له. أما الأطعمة التي تحتوي على إنزيم كيو 10 فتتمثل في سمك السلمون والدجاج والبروكولي والفول السوداني. 2- الحصول على النوم الكافي. حيث أوجدت دراسات أن هناك علاقة بين قلة النوم وانخفاض تحسين جودة الحيوانات المنوية، وتفسير هذا أن مدة النوم تؤثر على إنتاج الهرمونات الجنسية وإفراز هرمون التستوستيرون، ويقل إنتاج الأجسام المضادة المقاومة للحيوانات المنوية في الجسم. 3- ممارسة الرياضة. تعد من أبرز طرق تحسين جودة الحيوانات المنوية، وذلك لأنها تزيد من إنتاج مضادات الأكسدة في مختلف أنحاء الجسم، وتمنع إتلاف خلايا الحيوانات المنوية. أيضاً تساعد ممارسة الرياضة في زيادة عدد الحيوانات المنوية وكذلك حركتها. عادات خاطئة تؤثر على تحسين جودة الحيوانات المنوية. تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كم كبير من الدهون غير الصحية، فتسبب زيادة الوزن وتؤثر أيضاً على تحسين جودة الحيوانات المنوية وحركتها، كما أن وضع الطعام في أوعية بلاستيكية تحتوي على مادة ثنائي الفينول سوف تضر بصحة الحيوانات المنوية وتؤثر على حالتها الطبيعية ويعيق تطورها. التدخين يتسبب في خفض عدد الحيوانات المنوية وكثافتها وحركتها، ويكون إنتاج السائل المنوي أقل لدى المدخنين. تعريض الحيوانات المنوية للحرارة الشديدة، سواء عن طريق تعريض الخصيتين للماء الساخن أو ارتداء الملابس الضيقة، فهذا يؤثر على صحة الحيوانات المنوية ويؤدي إلى موتها، ويشتمل هذا أيضاً وضع جهاز الحاسب المحمول على الساقين. وفي المقابل، ينصح بتعريض الخصيتين إلى الماء البارد من خلال الكمادات.